على اعتبار انه اليوم تدخل السيد رئيس الوزراء بدعم احد الاشخاص او احد المرشحين اللي هو رئيس الوزراء متدخل؟ اي 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 دعمه واضح وعند عدد من النواب اعتقد وصلوا 28 اذا ما اكثر. زين. وجههم بانتخاب سالم العيساوي بناء على اتفاق جرى بينه وبين سرمد خميس الخنجر ويزن مشعان الجبوري. هذا تحليل معلومه؟ لا 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 هذه معلومه. ولو يزن الرجل يعني يمر بأزمة صحية إن شاء الله نتمنى له السلامة، لكن احنا دا نتكلم سياسيا بعيد عن الجانب الإنساني. هنا اكو مشكلة سببها محمد الشياع السوداني، لأنه الرجل يطمح بأن يكون، وتذكر جنابك أول ما تشكلت الحكومة قلنا أنه الإطار يتوجس، هسه ما أريد نقول خايف أو عنده فوبيا، ولكن يتوجس من قضية صنع زعامة جديدة تنافسه على جمهوره. بالتالي الإطار التنسيقي أو بعض قيادات الإطار التنسيقي ما راح تسمح لمحمد الشياع السوداني أنه يقوى ويأتي، ما راح تسمح له من خلال الانتخابات المبكرة، هسه من خلال العمل تنتقل للساد نزار من خلال العمل. فبالتالي اللي واقف بوجه هذا هذه الرغبة لمحمد الشياع السوداني هو السيد المالكي بالواجهة، ولكن صراعهم هو على رئاسة مجلس النواب. يعني اليوم جيد كذا اكو نقطة كلش مهمة بشكل مختصر حتى تنتقل للسادة، مو اكو كلام مهم يعني ما ما ارجع لك او ما ارجع لك، اكو كلام تحدث به السيد المالكي بلقائه اذا منتبه عليه، قال احنا نريد نروح لانتخابات مبكرة، وهي فعلا بالبرنامج الحكومي، ولو هو البرنامج الحكومي ما تطبق منه اي شيء على مدى الجنس نتمسك به، لكن قال فد مفردة خطيرة اللي هي انه احنا نريد نروح لانتخابات مبكرة بنهاية هذا العام. هذا الكلام من تشكيل الحكومة. نعم. مشكلة السيد المالكي حسب ما تحدث انه البرلمان لازم يحل نفسه قبل الانتخابات بكم شهر. تمام. لانه البرلمان ما عنده رئاسة. هذا الكلام منذ الاتفاق على رئاسة الوزراء بعد تشكيل الحكومة. أيه. بالبرنامج الحكومي. زيح. يعني قضية اخراج رئيس البرلمان وابقاء المنصب شاغر بكلام السيد المالكي انا افهمه متفق عليه. أه.